استاذ كريم، اهلا وسهلا فيك بمذكرات للمستقبل. راح منبلش بالفقره الاولى، نعرف ببدايتك. ليش كريم وليش بكرادوني؟ مش بكرادونيام، ليش اسم اصلا كريم؟ كان الاسم عنده قصه، لانه كان والدي لمن اجى من حلب، اجى ارمينيا حلب بيروت، كان والدي ما بيعرف اللغه العربيه، بيعرف ارمني تركي وشويه فرنسيوي. لما قرر يروح يسجلني اخذ معه اسماعيل الشافعي. وصل هذا قال لهم موظف دائرة النفوس، قال لهم شو الاسم بدكم تحطوا لهذا؟ بيي بلهجته الأرمنية قال له سان كريم. طلع فيه هذا وطلع بسمعي شو، قال له شو كيف تنكتب، كيف بدي اكتبها هذه؟ الشافعي قال له هذا ملبك، بدل سان كريم سميه كريم. هذا بيي ما قال شيء. رجع على بكرادوني هيدا، قال له كيف بيكتبوها؟ طلعوا بعضهم هيك، كتبها ب ألف كافري، أنا بكتبها ب قاف دغري، هيدا ب ألف كافري دوني هيدا. وطلع الموظف قال له هيدا مش أرمني؟ يعني ما في دنيا؟ قال له لا، هيدا ما عنده دنيا. قال له وأمتين تاريخ ولادته؟ كمل إسماعيل بي ما عاد حكي، كمل اسماعيل. تذكر هيك كانت يمكن من بعد ولادتي بشوي، تذكر قال له أيد 8 حزيران 1944، هو أنا خلقان ب 18 آب 1944. ولا الاسم يلي كان بدي اتسمى فيه سميت، بدل سان كريم صرت كريم. بكرادوني بدل ما تكون ب قاف صارت ب ألف قاف. واخر هو وتاريخ ولادك وتاريخ ولادك وتاريخ الولاده 8 حزيران اي 8 حزيران 1944 بدل 18 اب 1944. طيب اذا بدنا نشوف هيك بالمسار اللي كملته فيه بعدين، مثل كانه دائما كان الخيار تبعك انك تكون خارج البيئه الارمنيه، مثل كانه هل بتؤمن بالقدر؟ لا انا ما بعتقد قدر، أنا خيار؟ لا، وخيار ما كان خياره لبيك، بيك جايب لك اسم أرماني. أنا بيي إجا أول لما صار عمري 4 سنين حطني بمدرسة أرمانية. قامت صرخت بأمي قالت له كمناس أنت خياط ناجح، وجيت على بيروت استأجرت محل مرتب بالبرج، ساحة البرج، وسميته شيك، وأنت عندك زباين جيدين، ولكن مشكلتك ما بتعرف تحكي عربي. اضطريت تجيب شخص اسمه نجيب سالم، مرتب الشخص، توفقت فيه لأنه آدمي، تيشاركك بالنص لأنك ما بتعرف تحكي عربي. إذا هذا الابننا بدنا نبعته على مدرسة أرمنية رح يصير فيه مثلك، بالتالي أنا بدي نبعته على مدرسة اليسوعية، كانت بتحب اليسوعية وافق. مثل العادة اليسوعية صعب تفوت عليها. كان في محامي اسمه إميل يزبك يلي هو محامي من أرطبة، أمي من أرطبة، محامي من أرطبة، وكان بذات الوقت يعني بيعلم باليسوعي. نصح أمي أنه تجيبي له معلم عربي لأنه بيعرف شوية فرنساوي وأرمني وتركي، هو كلهم ما بينفعوه بده العربي. قررت أمي تجيب ابن أخته خيولة للأستاذ إيميل اسمه صلاح. علمني مدة 3 شهور تقريبا الأونزي مديزم، يعني الابتدائي. لما جينا على المدرسة طبعا عملوا لي المسابقة نجحت. كانت المعلمة تبعيتنا اسمها جانات من غزير. في نهار كانت كتبت على اللوح أكل الولد التفاحة، حطت تا وشخط تحته، أكل الولد التفاحة تي وشحطت تحت التي وبرمت. قالت ليش فوق منصوب بالفتحة وتحت منصوب بالكسرة؟ طبعا صار في سكوت. أنا تذكرت أنه الأستاذ علمني إياه، رفعت إيدي قلت لها أنا بعرف. قالت لي إيه شو ليش؟ قلت لها لأنه مفعول به الأولى منصوب بالفتحة
وبالتاني مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طلعت هيك فيه قالت لي مزبوط، وطلعت بالولاد قالت لهم تفضلوا هلأ صار الأرمني بده يعلمكم عربي. طبعا أنا أخذتها إيجابية، يعني أخذتها سلبية. إنه شو عم تقولي هيك؟ وررت بقرارة نفسي إنه إيه رح خليهم يتعلموا عربي طول حياتي الدراسية. والحقيقة هاي دفشتني تا أنا من الأنزيم للفلسفة كنت الأول بالعربي. بس إنه الموضوع تخطى هيدا الإطار، يعني أنت ما فتت على أحزاب أرمنية، أولادك سميتهم أسامي عربية، ولا برجع بسألك ليش أبو جهاد يعني بفترة عم بتحارب الفلسطينيين نظريا بتسمي ابنك بتتكنى انت بخليل الوزير؟ انا الحقيقة لازم اعترف انه كمان عندي عقدة انه ما تعلمت ارمني، لانه لما رحنا على اليسوعية ما عملوا حساب انه يعلموني ارمني، يعني الى جانبه دونك ما بعرف ارمني. هلا الامر الثاني انه أنا ما كان بيئتنا يعني بين أرطبة واليسوعية ما في أرمن، وبالتالي ما كنت أحكي أرمني، ويلي تعلمتهم شوي بالمدرسة الأرمنية نسيتهم. اثنين كان راسي ما بيروح إنه يروح فوت على حزب تشناك أو هينشاك أو أي حزب أرمني، لأنه اعتقادي أنا الشخصي إنه أنا ما إلي علاقة عملية بيئية بالبيئة يلي عايش فيها اللي هي بيئة من أرطبة لجميزي، بس ما بتمر ببرج حمود. يعني كم المجتمعات الأرمنية عادة تتصرف بطريقة مختلفة، يعني بيضلوا بأوساط معينة، مدارس معينة، مع أسامي، مع أصحاب. ليش ما قربت؟ يعني لحلك ليش ما قربت؟ لأنه شاءت الظروف أنه ما فوت على حزب أرمني، لأنه كنت بمدرسة أرمنية ظهرونا من المدرسة الأرمنية، رحنا على مدرسة غير أرمنية. أنا ما كنت فكر لما كان عمري 14-15 سنة، ما كنت فكر أنه لازم يكون أرمني أو لازم يكون لي علاقة بالأرمن أو لازم، ما كانت واردة عنا بذهننا. أنا عشت ببيئة اسمها المدرسة الجمهور أو باليسوعية بالمدرسة، وبالبيت كانت البيئة بيئة ما نحكي بالبيت أرمني، أمي ما بتعرف تحكي أرمني، وأصحاب بي ما بيعرفوا يحكوا أرمن هذا، فما كنا نحكي ولا بالبيت أرمني ولا بالمدرسة أرمني. وبالتالي اللغة الأرمنية أنا ندمان إنه لازم أنا كنت بعدين أتعلمها، ولكن ما تعلمتها. إمتى ندمت هذه؟ لما كبرت، إنه ما بيسوى كمان. قديش كبرت؟ يعني لما صار عمري 25-30 سنة، لما بلشت أفكر ب يعني بالسياسة؟ أنا بالسياسة معقول تترشح ببيروت؟ لا لا لا، أنا بالسياسة، أنا بالسياسة كانت خيار كتائبي بسبب 58. هلا رح ما لها علاقة ولا ببيروت ولا بالترشيح ببيروت. هذا بقى أنا بذهني إنه لازم هلا روح باتجاه حزب يلي عيشه، والحزب يلي عشته وشفته انه موجود ودافع عن المنطقه المسيحيه هو حزب الكتائب. يعني ب 58 كان في الكتائب على الارض عم بيدافعوا. يعني انت كان بدك تكون اذا بشكل او باخر متماهي مع هيدي البيئه، متماهي مع هذه البيئه، واكثر عملت خيار انه اذهب الى هذه البيئه لاخرها، يعني روح على الحزب الاقصى والاقوى. خطر على بالك بهديك الوقت انه بتعمل رئيس حزب؟ لا، بهديك الوقت ما كان. بعد هيدي لاحقا طبعا خطر على بالي، بس في تلك هيدا فتت بنزعه لازم نقولها بصراحه. رح نفوت فيها استاذ كريم، بس نبلش بالموضوع السياسي. لا بس بدي اقول لك ليش فتت بكلمه نعره المسيحيه، لانه الكتائب وقفوا دافعوا عن المنطقه المسيحيه بالوجه، ما كان في حدا يدافع. الجيش كان فؤاد شهاب كان حطه على الحياد، ما دخلوا، كان بالوجه في البسطة وصائب السلام والجميزي والكتائب،
وبالتالي اخترت لانه هيدي كتائب حموا المنطقه المسيحيه. الشخصيات اللي تاثرت فيها، يعني مين الاشخاص اللي بتعتبر بمرحلتك الدراسيه اثروا بشخصيتك وبخياراتك؟ من المرحله الدراسيه انا كان عندي ثلاث اشخاص لا شك تاثرت فيهم، يلي هو اول واحد جوزيف شيدر يلي كان نائب رئيس حزب الكتائب. حد قبل اللي عم نحكي، قبل الحزب، قبل الحياه السياسيه، مين انت وصغير والدراسه تاثرت فيه، سواء اذا كان استاذ، معلم، حدا بالبيت، حدا بيقربكم؟ برجع بسالك كمان عن الكتاب، عن كتب معينه تاثرت فيها، كيف تحددت اتجاهاتك؟ انا بالمدرسه بالحقيقه ما كان عندنا ولا تلفزيون، اجى التلفزيون متاخرا بال59، ولا كان في اذاعه غير الاذاعه اللبنانيه، وكانت الاذاعه اللبنانيه تخبر اشياء ما بتعنينا، يعني ما كنت اسمع الاذاعه، لدرجه انه لما علقت حرب 58 كانت بلش الاذاعه اللبنانيه بخبر عن حرب قبرص مش حرب لبنان، وكنا نحن نركض نحط دينتنا على صوت لبنان لانه طلع الكتائب اذاعه صوت لبنان تنسمع. 58 تجربه جعلتني انه سير مش معجب بشخص، معجب بمجموعه يلي هي الكتائب. هلا بلشت شوي شوي اعرف وبلشت فكر سياسي، لانه كلفوني من الجمهور انه في مكتبه الشدياء، كنت مطرح ما بوقف الاوتوكار تبعنا، انه جيب الجرايد طلعهم للخوارني. كانت يعطيني جريدتين، جريدة بالعربي الجريدة وجريدة بالفرنساوي لوريان، مش لوجور، لوريان. كانت هودي اثنين يلي طلعوا معي. هلأ أنا وعم بطلع بالأوتوكار بلقي نظرة، كنت ممنوع، طبعا ممنوع تقراهم هيدي، كنت فلفشهم، أقعد ورا فلفشهم أقرأ هيدي. أنا ما كنت أتعاطى سياسي بالحقيقة، لحديت 59 ما كنت أتعاطى سياسي. قررت تعمل محامي؟ أمتين قررت أعمل محامي؟ شوف، أمي أثرت علي، هون لازم أعترف. أنا كنت أعمل، عم فكر بين طبيب ومحامي. أمي شدت علي أنه لأنه بالضياع المحامي شغلة مهمة هيدي، هيدا فشدت أمي. إيه طبعا حين هذاك كان أنا برأيي الطبيب أهم من المحامي، بس أمي أنه الروب وهيدي، فشدت بهالاتجاه. أنا كنت بين الاثنين، اما طبيب اما محامي، شدت امي علي عملت محامي. يعني وعلى كل حال انت من بعد ما خلصت الاجازه سافرت على فرنسا لعملت ماجستير، وبصادف ايار 68 انت وبباريس. هلا قبل الخيار هيدا، لانه له مقدمه هاي الخيار، انا لما تصدرت اللغه العربيه وتحديت نفسي انه بدي ضل الاول بالعربي، حسيت انه لازم اقرا. كان في مطرح ما بتوقف الاوتوكارات مكتبة الشدياء، كنت انزل مكتبة الشدياء، اخترع شغلة فظيعة، محل بدل ما يبيعك الكتاب كان يعيرك لأسبوع وتدفع ربع ليرة. هلأ ربع ليرة كانت ربع ليرة، يعني الليرة كانت إلى قيمتها. فأنا بلشت بدي أقرأ مشان حافظ على المرتبة الأولى. مرتبة الأولى بعيط لي، كان عمري شي 15 سنة، 15 أو 16، بعيط لي مسيو شدياء بيقول لي أنا لاحظت أنك أنت منتظم، لأنه كل أسبوع بتجيب لي الكتاب وبتاخد واحد تاني وبتدفع ربع ليرة، وتاني شي هيئتك جدي. أنا بقول لك كل القراءات اللي عم تعمل هون مش مفيدين، أنا هلأ بلش أعطيك كتب تفيدك. قلت له شو؟ أعطاني أول كتاب الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران. أنا بسنة ونص ساعدني الشدي الله يوجه له الخير، قريت كل جبران. هلأ لم تقرأ باستثناء النبي، بلشت أقرأ ما فهمت، قلت هذا لازم نتركه لبعدين. لما بتبلش تقرأ جبران
بصير في عندك مخيل نعيمة وإلي أبو ماضي وسعيد عقل ونزار إباني، يعني بصير عندك بتفتح على غير أفق غير مجال. طبعا طبعا على أفق واسعة جدا، وبتصير متميز. يعني أنا كنت حس حالي متميز. أنا أكبر من عمرك عمليا، يعني برفقتك باهتمامات معينة أنت كنت عم طبعا هايدي عملوا مرة بتذكر، يمكن المدارس الخاصة قررت تعمل شيء باللغة العربية، جابوا لنا موضوع فيضان طرابلس يلي صار أبو علي يلي صار بعتقد بال 56 أو ال 55، يعني 56 55. هيدا وقتها أنا طلعت الأول. أنا بعد سؤال أخير بهذا القسم، لما رحت على فرنسا تتعمل ماجستير صادف هونيك أيار 68، باختصار ما هو الدرس الذي تعلمته بهيدا الحدث اللي غير وجه فرنسا؟ شو كانت انعكاساته على لبنان؟ وهل كان بالخطورة يلي نحكى عنها عبر التاريخ؟ شوف، لا شك كانت الحركة حركة طلاب وجامعات. ونحن كنا لمن أنا كنت قاعد بالبيت اللبناني، وقررت أنه روح فرنسا تعمل الدكتوراه تبعيتي، ما كان في أعملها بلبنان مع كل السياسات للي بعدي. قررت أنه روح مشان أعمل الدكتوراه. عدنا من تشرين لحد أيار تقريبا نشتغل دكتوراه. يعني طب في نهار عم بظهر اجوا قالوا لي ما فيك تظهر، في اضراب. يعمل ايش اضراب؟ شو هيدا؟ ايه الاضراب؟ جامعات بدهم كانوا انه يسمحوا بالميكست، يعني يصير في اختلاط. هيدي كانت ممنوعه. انا ما قلت ليش يا القصه، ولكن لما نزلت على السوربون، مطرح ما كنت اقعد ادرس، هيدي لما نزلت على السوربون عم شفت في حركة اجتماعية كبيرة، يعني طلاب ومجتمع بكامله وعمال كبرت. اعتبرت وبلشوا يطرحوا، حتى جنرال دوغول اهتز موقعه، يعني اضطر يستقيل. اضطر يستقيل لاحقا، بس وقفها، يعني وقف الحركة واستقيل بسببها. بقى أنا لما عشت هالفترة وشفت، يعني بتذكر كتير منيح كنا صرنا نشارك، يعني كانت الطريقة كانوا يقولوا لنا حطوا لزقوا على الحيطان ملحقات. جبت معك شيء على لبنان منها؟ بقي بذهني انه للطلاب دور كبير. اذا بدك للمضبوط، كنا الحديد هالفترة نعتبر الطالب شغلته يدرس وينجح، ولما بينجح هيدي المهم، وبعدين بيروح عمانته. اكتشفت انه لا، للطلاب قوة فاعلة كطلاب وبالجامعات وبالتربية، يعني كلهم هودي فوق بعضهم اجوا. ولما رجعت عملت رئيس مصلحة الطلاب، وبذهني انه لازم ايار 68 لازم يصير في 68 تاني بلبنان، وبدنا نعمل الاصلاح داخل الحزب، يعني مصلحة الطلاب تعمل اصلاح داخل الحزب، ده الحزب يعمل اصلاح داخل المجتمع، ده المجتمع يتغير ويصبح مجتمع تغييري ومجتمع متقدم. طبعا ما كنت احكي بكلمه ثوره، كانوا يستعملوا كلمه ثوره بفرنسا، كنت استعمل كلمه تغيير يعني فيها. بس كان وعيد تماما انه مصلحه الطلاب عندها دور سياسي، مش دور فقط دراسي ومحدود. وضليت يعني اعني بمصلحه الطلاب من بعد ما تركتها، يلي اجوا كرؤساء مصالح طلاب بالكتائب استمروا على هذا الخط. كنا بالقسم الاول حكينا عن البدايات، بمين تاثر، بشو تاثر، كيف تحددت خياراته. بهذا المحور سنتطرق بشكل خاص الى حزب الكتائب، كيف دخل الى حزب الكتائب ومساره الطويل الذي قاده في النهايه من محازب الى رئيس الحزب. استاذ كريم، انتسبت لحزب الكتائب كنت بعدك بالمدرسة بالجمهور، رفيقك بالصف أمين الجميل، هل نتيجة هيدا الخيار يلي خليك تروح فيت على حزب، بيو للرئيس، ابنه للرئيس، زميلك بالصف بيعطيك حضور مميز بوقت يلي كان
الوسط المسيحي آنذاك الرئيس شمعون بأعلى درجات تشكيل وظاهرة استثنائية كمان. ليش الكتائب؟ أنا قررت الكتائب لأنه لما صارت معركة 58 نسميها منهم بسموها ثورة منهم أو أحداث أو حسب من أي ميلة بتوقف. لما صارت 58 صار في انقسام واضح بين من جهة مسلمين يحاربون من أجل بقيادة صائب سليم تحت شعار الناصرية، ومن جهة تانية المسيحيين بقيادة بيير جميل يلي كان شعاره لبنان أولا. بناء على ذلك أنا لما خلصت هذه المعارك كنت متأثر بالكتائب، خاصة أنه أمي كانت تحضر أكل مثل كثير من النسوان المنطقة، يحضروا أكل ويبعثوا للحاجز، والحاجز هذا الأخير يلي كان على منطقة الأمبير يلي هلأ مش موجودة بقى أمبير، كان خالي بطرس شليطة هو عم بيديره، فكانت أمي تطبخ ونبعث لها. خيلك كان كتائبي؟ كتائبي وشرس كمان، مقاتل شرس. كنت أخذ انبسط كتير أنه أخذ أكل لهالسبعة ثمان شباب اللي يكونوا على الحاجز وأقعد معهم أطول مدة ممكنة، إلى أن نهار من الأيام أمي بتقلي خلص بدنا نطلع أرطبة. صرنا الصيفية هلأ لأنه بلشت تقريبا بأيار، هي بثماني أيار اغتيال نسيب المتني. زعلت لأنه كنت انبسط روح أعمل هاي المسافة الخطرة مبدئيا هال 300-400 متر وأقعد مع المقاتلين. حملت سلاح؟ حملت سلاح؟ لا أبدا، بس كنت انبسط لأنه في قوة عم تدافع عنك. طيب هون أكثر شق والدتك ولا كمان حاضر بخلفيتك بيك ليش ترك أرمينيا؟ لا، اللي حاضر بخلفيتي كان أنه نحن كأرمان خسرنا أول وطن ما لازم نخسر الثاني. إذا بدك هاي ما كانت بهالوضوح، ولكن كانت أنه هذا نحن هون ولازم نضل هون وما لازم يصير في مثل ما الوحدة كانت الوحدة العربية على الموضة، نتوحد مع الآخرين وندوب الآخرين. يعني هاو كانوا الأفكار الرائجة في تلك المرحلة. هلأ لما عملت الخطوة الثانية هي كانت لما فتنا على المدرسة متأخرين يمكن شيء، لأنه صارت الثورة المضادة. الثورة المضادة وصار الحكومة الرباعية فيها الشيخ بيير لأول مرة، هو ريمو إدي من جهة. فلما فتنا على المدرسة بيجي عندي شاكر عون الحقيقة، بيجي شاكر بيغمرنا هيك، هو كان أكبر مني بصف وهو أبضاي هيك، بيغمرني بيقول لي ما بدك نعمل كتائب؟ قلت له بلا يعني بعمل. قال لي الأحد ساعة 9 ببيت الكتائب أنا ناطرك. نزلنا الأحد ساعة 9. طبعا أول مرة فت عبيت الكتائب كان في رهبة أنه فيت عبيت الكتائب، فتت كانوا قاعدين الشباب كانوا يحبوا الطلاب، الشباب المقاتلين يلي قاعدة، قالوا لي أهلا أهلا أنت رجاي عند رفيقنا شاكر؟ قلت له نعم. في واحد رفقني لتحت على النادي، في نادي تحت كانوا عطينا أوضة بالنادي هذا، وصلنا والله كان في أمين جميل طبعا كان موجود، أنطوان شادر، بشير جميل، بدأ الاجتماع بالنشيد الوطني وانتهى بالنشيد الكتائبي. هيدا كانت الفورمولا، نوقف ننشوت. بعدين قعد شاكر قال هلأ بدنا نبلش بالاجتماع، بدنا أمين سر يكتب محضر الاجتماع. انت كريم منيح بالعربي، شاطر باللغه العربيه يعني دغري اللغه اللي كمان بتلاحقك، يعني انت ابوي هذا العربيه عمل المحضر هيدي. فعملنا المحضر، هلا صرنا امين سر، صرنا مش بس مسؤول. مش بس بتعمل المحضر، انت بتدعي، ببلغك رئيس الخليه دعي لتاريخ كذا اجتماع، كنت تدعي وتقول لهم تعوا وتحط إذا غياب أو حضور، كانت المسائل للآخر. ك-
كان في التزام من الأول؟ كان في التزام دقيق؟ كيف يعني؟ يعني بالحضور بالغياب بدرجة الالتزام؟ يعني كان بالمبدأ أنه إذا غاب ثلاث مرات وراء بعضه بياخدوا القرار بطرده، ما حدا ولا غيب فل. وما صارت وما حدا كان يجي وكان الواحد إذا غيب بيرجع مرة تانية، وكان في تطوع وكان في حماس بالحقيقة. خلينا نعطي كمان الأمور حدا، وبلشوا يعملوا شغلة مهمة بالكتائب، بلشوا يفسروا شو الكتائب. نحن فتنا، أنا فت على الكتائب على أساس هودي قوة نظامية محل الجيش عم تدافع عن المنطقة المسيحية. هالقد لا، تبين أنه في تاريخ للكتائب، وتبين أنه في عقيدة كتائبية ممكن يعني واحد يستوعبها. وكان أنطوان نجم بلش يكتب ما سمي بالعقيدة الكتائبية، وما وإذا بدك ما جرى تبنيها لأنه قريوها وصار في وجهات نظر عديدة فيها. بس أنا كنت من وجهة نظر أنطوان أنه لازم نحن نكون، ما نكون ليبراليين متوحشين بس أنه الحريات وبس، وما نكون شيوعيين أنه ما في حريات، في بس تاكلوا تشرب. دخل في بين اثنين وقتها طلع، أنا بتذكر إيمانويل مونيه، أنا قريه حينئذين، يعني هي البرسوناليزم الشخصانية يلي تقريبا الكتائب قد تمثل ذلك، أنه بذات الوقت هي الدفاع عن الوجود، بذات الوقت هي المساواة بين أستاذ كريم بهذه النقطة بالتحديد. يعني ثمة ما يقول أنه الكتائب بالنهاية هي قوة نظامية، هي فرقة شبه عسكرية من الأساس، ونوجدت للسبب يلي حضرتك انضميت فيه لحزب الكتائب، وأنه هذه محاولات الأستاذ أنطوان نجم وغيره إعطاء محتوى فكري هو الطارئ، ومشان هيك ما فات على الحزب بالأساس. يعني لا، لحلك لا شك كانت فكرة القوة عند بيير جميل هي الأساس، أنه كون قوي تتكون موجود. كان يقول شو اسمه، نوجد قبل ما تفكر. هذا شعاره، كان يعني لما نجتمع بالاجتماعات المجلس المركزي كان يعلن هذا الشيء مش مخفي. وكان بالنسبة له الكتائب هي قوة نظامية، طبعا تحولت إلى حزب سياسي ولكن حافظت على القوة النظامية. وبالحقيقة كان في، ما كان في كلمة ميليشيا حينذاك، كنا نقول في قوة نظامية. كانوا ياخذونا، أنا ما رحت ولا مرة، بس كانوا ياخذوا القوة النظامية، وكانوا الشباب يحبوا يروحوا على القوة النظامية يعملوا تدريب، يعملوا قواص على أهداف. بس لمعلوماتك هيدي قبل 58؟ إيه قبل بكثير. في ناس بيقولوا من النشأة، يعني من النشأة الشيخ بيير لما نقل من قوة نظامية، من قوة نظامية يعني كان يسمي تنظيم حزب الكتائب. هلا نقل لأنه صار في إلغاء للأحزاب، وصار في أنه تعوا قدموا طلبات جديد. قدمنا، تقدم جوزيف شيدر، قدم بحزب الكتائب الحزب الديمقراطي الاجتماعي. الديمقراطي الاجتماعي مهم كان بعده، بس ما حدا يوقف عند الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يوقفوا عند كلمة الكتائب. وهون اللي تأثرت فيه، بلشت أتأثر فيه، هو جوزيف شيدر. أنا قلت هالكلام، جوزيف شيدر من جهة، واحد تاني تأثرت فيه داخل الحزب، موري جميل، لعب بذهني أنه المستقبل هو مستقبل مش العقائد، مستقبل التكنولوجيا، مستقبل الاختراع، مستقبل الانترنت. هو كان يسميه، كان شيخ موريس يقول بدنا بنك المعلومات، سميه بنك المعلومات. بعيدا، والمعلومة أهم من الدولار. بكرة شوفوا بنك المعلومات رح يصير أهم من بنوك التانيين، بنك المعلومات الإنترنت. يعني هذا طبعا يعني حملني شادر، كان يحكيك كيف بدك تتحرك بالواقع. مريج ميل علمني كيف بدك تنظر إلى بكرة، إلى النظر هيدا. وبعدين لا شك أنه أنا كمان تأثرت بمرحلة من المراحل بالرئيس سركيس. هيدي بعدين، بس خلينا نحكي هلأ. أنت فتت خلينا أنت فتت شاب اثنين،
جوزيف شيدر، موري جميل. بيير جميل كان بالنسبة لنا رئيس الأعلى، يعني غير قابل للبحث والمقارنة، يعني بتوصل هيك كان في أعجاب كامل. كان طبعا ايه كلنا كنا معجبين بشيخ بيير، وهو كان يهتم بالتفاصيل، يعني يهتم بالطلاب الجديد. ولمن قسم مثلا عملنا قسم يمين بتذكر سنة 59 قدام بيت الكتائب، ما كان مثل هلأ كان في ساحة، 59 يمكن كنا شيء 1000 واحد انضوا على الكتائب، يعني كان حجم إذا مش 1500 يعني كان عدد رقم كبير انضموا هيدا الكتائب. وقتها حلفنا يمين، كانت بنيسان هاي بتذكر، حلفنا يمين 59 كان شاكر عون وأمين جميل وأنطوان شهيد، يعني كل هيدي التركيبة، وبشير كنا كل هالتركيبة موجودة بذات المدرسة وبذات الحزب. من 59 ل 68 عندما بلش هذا الموضوع يتمأسس، شو المواقع اللي شغلتها بالكتائب وامتى صرت بالسياسة؟ أنا عملت أمين سر الخلية، بعدين لما فتنا على الجامعة بعيت لي إبراهيم نجار، بعيت لي إبراهيم نجار كان آخر سنة، يعني أنا فت أول سنة، رابع سنة كان إبراهيم هو رئيس الخلية، بعيت لي بقال لي أنت كنت أمين سر بالخلية الجمهور، قلت له إيه، قال لي يلا تعال، لأنه عم نعمل هلأ المصلحة الطلاب الجامعيين، يعني ما عندنا ثانويين صرنا جامعيين، هو رئيس كان المصلحة الطلاب، عيني أمين سر. أنا بلشت بالحقيقة بأدخل باللعبة السياسية بالمعنى الحقيقي، مش بالمعنى فقط الانتخابات والطلاب والاتحادات، هي بال 69 يعني. بس قبل يعني عم نحكي نحن الخيار العروبي عندك ايه، امتى ولد؟ بال 69 يعني انت فيك تعتبر حالك يميني تقليدي من ال 59 لل 69، وكيف قدرت عملت قصة يعني قصة نبيه بري، هي فقط مناورة عادية يعني خليني ولا كمين. أنت براسك فكرة العبور للآخر؟ لا حلك، أنا بتفكيري هو أنه لازم تواصل مع هذا الآخر للتفاهم برأيي، كان هيك فهمنا الميثاق، وأنا هيك فهمت لأنه قريت هاي الفترة، بدي أملك قريت كتير وطلعت، وكنا نروح عند اشتغلنا كنت أعمل مقالات، وأول مقال عملته لما حطيته انبسطت كتير لأنه صاروا يتلفنوا لك، يقول لك برافو على المقال، ما حدا كان يتلفن لك، هذه خاصة أعضاء المكتب السياسي صاروا يهتموا. أنا بهذه المرحلة كنت عم بحضر حالي لشيء ما بعرفه يلي حدث بال 69. أستاذ كريم، ظل التماهي والتفاهم بين الرئيس فؤاد شهاب والوزير بيير جميل سائد بفترة الستينات. هلأ في معلومات بتقول أنه من 64 بلش الخلاف، عندما لم يتبنى الرئيس فؤاد شهاب ترشيح بيير جميل، وهيدا بنشوفها بمذكرات فؤاد بطرس، بنشوفها عند سامي الخطيب، بنشوفها كذا محل. وفي عنا أول انتقاد للحكم أو العهد الشهابي، ومنه مباشرة للرئيس فؤاد شهاب يلي بقى يسيره عطول بيير جميل بأدار 67 عندما انتقد سياسة الدولة المنضوية بالكامل بالناصرية. فكيف كنتوا توفقوا بين أول شيء طرحكم اللبناني دفاع عن المسيحيين، ومتحالفين مع حكم مسلم الناصرية كل شيء بالسياسة الخارجية وبجزء كبير من السياسة الداخلية؟ شوف، أنا بعتقد من 64 كانت أول تجربة لبيير جميل أنه حول الرئاسة، لأنه يعني كان سائد بالمجتمع المسيحي وغير المسيحي أنه الكتائب ما بيعملوا سياسة، وهو كان شيخ بيير يقول له نحن ما بنعرف نعمل سياسة، غيرنا اتركوا السياسة لغيرنا، خدوا السياسة لغيرنا، وكان يعني كمل شمعون، وكلمة السياسة كانت محتقرة
عند بيير جميل انه هذا عم يعمل سياسي. هلا لاول مره شعر بيير جميل انه لا، سياسي نقله نوعيه ولابد منها، عندما ترشح على ال 64 كرئيس حزب. هلا ترشح وما عمل معركه كمان، لانه ما كان معتقد هو انه رح ينجح. ايه بس هو كان إيه، بس هو اخذ موائد يعني هو سقط فؤاد بطرس ب 68 لانه ما اعطاه بال 64. خليني بعدنا بال 64. بال 64 لما تقدم مشان بس يبلشوا يفكروا فيه كرجل ممكن يكون رئيس جمهوريه، لانه كانوا ما يفكروا ببيير جميل رئيس جمهوريه، كانوا يفكروا فيه قائد عسكري اذا في شيء على الارض بينزل بيحزمها، وانه يلي رئيس جمهوريه هو كميشمعون. يعني كان فيها بيير جميل جرب تكون المساج الاولى، يعني الرساله الاولى انه لا انا كمان بقدر اكون. ما زعل يعني انه ما دعموا فؤاد شهاب؟ هيدا فؤاد شهاب انا برايي بين بيير جميل يلي بيعرف طبعه الصعب ومواقفه الصعبه، وبين انه ينقي شارل حلو يلي اكثر ليونه. انتبه هذا، تفضل يحط. بس هذا برايك؟ لان حتى انا برايي اي بس ما كمان ما تنسى انه شارل حلو كان خيار الثاني تبع فؤاد الشهاب بعد عبد العزيز، يعني ما فكر بفؤاد ببيير جميل ولا مره. لا بدك نحط هيدي حتى يعني حتى ما كان حطه، يعني حتى ما كان فايت بحساباته كرئيس. انا هلا عم بحكي لاني ما كنت اعرف في حينها، بس كان خبرني لاحقا رئيس سركيس، يعني سالته هالاسئله واعطاني اجوبه. عبد العزيز شهاب ولا دقيقة فؤاد شهاب كان بده إياه، أنا بقدر أكد لك عن لسان رئيس سركيس. وفؤاد شهاب كان عنده حجة أنه بكرة بيقولوا لنا من شهابي من شهابي لشهابي بكفينا الشهابي بقى، لسبب بس كان ماشي فيه لا قبل بيومين ثلاثة ضل ما كان بده إياه. أنا بقدر أكد لك ما كان بده إياه. اثنين، ما كان بده بيير جميل لأنه هيدا زعيم ممكن يخرج عن إرادته كمان، ما هو كان فؤاد شهاب عنده موقعه. هذا لقى الشخص يلي ما حدا بيقدر يحكي عنه، بدا ببيير جميل مؤسس الكتائب شارل حلو، واحد من الخمسه المؤسسين. اذا بيير جميل ما في يعترض عليه، ما بيقدر يقول منو شارل حلو. لا، شارل حلو مؤسس الكتائب وهلا رئيس جمهوريه منتخب. لسبب تنقيد شارل حلو كانت الى هدفين، استبعاد أي شهابي، يعني أي واحد من عائلة الشهاب بما في عبد العزيز، واستبعاد بيير جميل. طرح موضوع وكان هو شخصيته شارل حلو خلافا لكل اعتقاد مش رجل ضعيف، مش مزبوط هالكلام، بس رجل مرن فكريا، يعني بيقدر يقول لك لا بدون ما يتحداك. بس مش بأول ثلاث سنين كان كثير بيقدر يقول لك النعم بدون ما يكون طائع لك، يعني شخصية عرفنا. هلا بيير جميل ما اشع بهالمنظار، ولكن اشيع انه هذا الواقع نتعاطى مع الرئيس الجمهورية، لأنه أنت كان في ثلاثية يكررها بيير جميل على مسمع من الجميع، يعني ودائما بكل خطب واجتماعات أنه في ثلاثة لا يمسوا رئيس جمهورية، قائد الجيش، قضاء، رئيس المجلس أعلى للقضاء. كانوا هودي الثلاثة، أنه هودي الثلاثة لا مس فيهم. ولاحقا فاق على وحده رابعه يلي حكميه مصرف لبنان كانت بعدها ما هيدا فاق، هي رباعيه او ثلاثيه بيير جميل كان يحترمها ويلعب فيها. بس انتم كيف كنتوا كتائبيين؟ فتوا ب 58 الكتائبيين لحالك، كتائبيين كان قناعاتهم عند شمعون ومصالحهم عند بيير جميل. عم بحكي معظم الكتائبيين، عم بحكي هلا كمان مكتب السياسي، يعني مش الكتائب القاعدي كان بالنسبه له في شخص اسمه بيير جميل نقطه على السطر، يعني ما كان في بحث اخر انه مين وكيف. وبعدين كنا لما نعمل اجتماعات ويعرفوا انه في وجهات نظر يجوا لعنا. انا يعني قدرت انا من وقت ما عملت رئيس مصلحه انه دخلت على النظام العام قرار انه رئيس مصلحه الطلاب يصبح عضو
مستمع في المكتب السياسي. هذا مستمع يعني مش انه ما تحكي بس ما بتصوت، وعلى كل حال ما بحياته صار تصويت. مش يعني العملية عضو كامل بقى عملية من وقت لما كانوا أو كل المستمعين يعني. كانوا كل المستمعين لما كانوا يعرفوا انه في يعني نقاش، هذا النقاش مع الشيخ بيير، كانوا يجوا شباب يلي بحبونا هذا يجوا يقولوا له لا وقفوا عند هالحدود للي بده الشيخ بيير، نحن منحبك ومنقدرك وانت بتفهم وكذا، ولكن الى حدود ازعاج الشيخ بيير. بس السؤال كان انه هل قلت حضرتك انه كانت الاقتناعات شمعونية، طيب كيف كنتوا متقبلين الهيمنة الناصرية؟ هذه بيير جميل أدارة بشكل ذكي جدا، يعني كان بذات الوقت شهابي بما فيه عبد الناصر، بما فيه عبد الناصر، وبذات الوقت شمعوني بدون شمعون. كانت هذا بيير جميل عرف يدير هالعملية لهالسبب. مثلا صار في تحالف، صار في قبل التحالف، صار في نكسة 67 قبل بعد قبل ايه. هو ايه. ايه. أنا عم بحكي من 59 67 67 ايه. كيف كنتوا تبرروا نكسة. للناس أنه نحن مع شهاب ومع الناصرية ومع لبنان؟ أولا بيير جميل ما يعتبر أنه عليه يبرر، كان يعتبر أنه عليه يقرر والباقي يتبع. وانتو شو كنتوا تقولوا للناس؟ ها؟ والله يعمل انتخابات، يمكن الانتخابات تبع ال 64 لما صار في انتخابات ب 64 نقصوا عدد الكتائب، كنا 9 بعتقد صرنا 5 يعني نقص، بس ما تغير يعني حزب الكتائب مش قائم على عدد نوابه ولا على عدد وزرائه ولا على عدد اذا بدك الاقسام تبعه. بيير كان قائم على شخص اسمه بيير جميل وعلى تنظيم قوي يضبط كل قواعد الكتائب في كل مكان، وهيدي اللعبة هي سمحت لبيير جميل في اثنين بيقدروا كانوا يعملوها، بيير جميل وكمال جنبلاط، هو عرف شو عمل فوق الشيء، لانه هودي اثنين يلي بيقدروا يروحوا على اليمين قواعدهم بيروحوا معهم، بيروحوا على اليسار قواعد معهم، لسبب كان بيير جميل يقدر يحكي بعبد الناصر بدون ما يعمل مشكلة عند الكتائبيين، كما كان كمال جنبلاط يقدر يحكي ويتحالف مع شمعون أو يتقارب من الفكر الشمعوني ومن المسيحية بدون ما يعمل مشكلة. بيير جميل كانت قاعدته إله مثل مشابه لكمال جنبلاط بالضبط. بس ما كنتوا تحسوا أنتوا مثلا بالحوارات مع الأحزاب الثانية انه ما تنحشروا، ما تحسوا حالكم كناس بدكم تقدموا تقدموا فكر واقعي؟ ايه الفكر الواقعي كان انه نعمل عقيده ما مش الحال، بس انا اشتغلت فيها يعني ضليت احكي فيها ايه، لانه بيير جميل ما رفضها كمان. تنقل لك ذكاء بيير جميل خلافا لكل الاعتقاد عنده ذكاء سياسي وحدس سياسي شو بدك من نوع اول هيدا كان ما رفضه، قال له لأنطوان بده شغل واتفق مع أنطوان جزار وأنطوان معربس والمكتب السياسي بيقولنا إياها يعني، وأنطوان نجم كان شاغل وتعبان ومقتنع عادي، بس نحن كان عندنا أنطوان نجم كمرجع عقائدي إذا بدك وفكرة الشخصانية ونحاور الآخرين يعني هو اليسار مش اليمين، أنا ما نحاور اليمين. اثنين كان في إضافة إلى ذلك مجموعة مشاريع قدمها جوزيف شادر، مجموعة مشاريع وأقرت بمؤتمر من المؤتمرات الكتائب مش متذكر أي رقم مؤتمرات، ولكن في مؤتمرات طلعوا برنامج، وأنا رجعت جمعتهم لاحقا لما عملت رئيس حزب، جمعت كل القرارات المؤتمرات الكتائبية هاي. إذا كان في برنامج كتائبي عملوا جوزيف شادر مالي واقتصادي وسياسي وحزبي يعني برنامج متكامل، كنا هذا نحارب فيه على المستوى برجع بقول لك مش على مستوى القواعد المسيحية، على مستوى القواعد غير المسيحية وصورة خاصة الحيادية، كنا نجرب نسحب، وأنا نجحت نسبيا نجيب هؤلاء الحياديين المثقفين يلي بنحتاجه وكانوا كتار. يعني هلا أنا بنشكرك استاذ كريم على الحلقة اليوم، قطعنا
البدايات قطعنا مرحلة الكتائب وصولاً ل 67 يلي كانت مفصل أو خلينا نقول زلزال كبير هز مش بس لبنان، الشرق الأوسط.